جمهور برنامجنا مساء الخير ونرحب بكم في هذا العدد اللي راح يكون 100% شبابي ليكم توما لي جون اللي تحبوا اغنيه الراي. الفنان راح نستقبلوه اليوم ما كاش البوم يخرجوا ما يديرش حاله، كي يدير حفلات غير عيطوا لا بريغاد والسنترال، وكي تسمعوا اغنيه تقولوا ماما ميا. اليوم جولتنا معه راح تكون في الحي الشعبي باب الواد، وهذا الفنان انتم اللي طلبتوه منا مع زهره اليوم كادير جابوني. بابيك عندنا يسلمك، هذا درت له تورته باب الواد كي باب الواد كي باب الواد يسلمك. صباح لاباس؟ الحمد لله بكرنا بك اليوم. معليش معليش يا بابي، انتم لي زاختيست ما ترقدوش بكري والصباح تحبوا تاخذوا وقتكم. والله سي فري بروبليم، هذا هو البروبليم تاعنا دي فوا لي فولتي وانا نراطيهم على جال واحد. قالوا لي بلي تخي صوت صرا لك وانت راطي الفول تاعك باسكو ما تخلصش الصباح. معليش اليوم على جال وجهكم وكي جيتوا عندنا هكذا الوضع على جالكم. معليش صافي بليزير ان شاء الله ما تصبش علينا النو كيما قلت. لا لا ان شاء الله. انا جبت شاب، انت جبت معاك شي حاجه؟ لا لا ما جبت والو، كان غير بارافلي كاش واحد دخل عليه يعطينا بارافلي وندوزوها. رانا هنا في باب الواد، نقدر نقولوا بلي اليوم راك امباسادور سفير تاع ثلاث حوايج. الاولى هي تاع لي جون، الثانيه تاع تو لي شانتور دو راي، اي ثروزيام واي لو بلوز امبورطون مادامنا راح نبداو برنامجنا من هنا، سي انك لامباسادور دو تو لي جون تاع باب الواد راهم يا يتسوتين. الحمد لله يا ربي، اليوم يا ربي وفقنا ولحقنا لهذه المرتبه اللي ولينا نشاركوا الليجان هذه الافراح تاعهم ونشاركوهم الاحزان تاعهم. دونك الحمد لله راني في باب الواد، نفتخر اليوم كي جيتوني حتى لحومتي وين نسكن هنايا وين تربيت وين كنت نعوم وين كنت قاعد ليسونسيال راني هنا في باب الواد. وما قدرتش مالغري ما الحمد لله ما قدرتش نبدل باب الواد، ما قدرتش نبعد على باب الواد. كيفاش يتعاملوا معك هنايا ولاد الحومه؟ يعني سان غون كارتيي، كي يشوفوا بلي وليدهم اللي شافوه كبر معاهم سي ديفوني اون ستار اوجوردي اي ريبريزونت ا ميرفي لوغ كارتيي. والله الحمد لله. شوفي حنا واحد المثل حنا يقول لك الا حبوك في حومتك الناس بالك قاعد تحبك، باسكو الحاجه الاولى الحب منين يبدا من البلاصه اللي تربيت فيها والبلاصه اللي عشت فيها. دونك ولاد حومتي الحمد لله انا وين نروح الناس تحبني كادير مفتخرين بيا. هايدي يقول لك عندنا ولاد حومتنا صافا ويخدم حاجه يخدم حاجه، كاين العجايز في الحومه، البنات في الحومه، الناس اللي قراو معايا بكري دوك كاع فرحانين بيا. وانا ثاني فرحان كي نشوف روحي قدرت نمثل هذا الحي الشعبي اللي ما خرجت منه غير انا. هذا الحي الشعبي باب الواد خرج منه بزاف فنانين، عمر الزاهي الله يطول له في عمره ان شاء الله،
شيخنا كبير هو اللي شرفنا باب الواد، كاين ممثلين كبار عاشوا باب الواد، كاين شخصيات كبار في السياسه خرجوا من باب الواد. اسم هذا الكارتي بوبيلار هو يرفد 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 ناس بزاف، يرفد يرفد شخصيات بزاف اللي قدرت تمثل البلاد في جميع النواحي. في جميع النواحي صح. اللي بغى يسقسي علينا في القصبة رانا باينين. مانا نبداو من البداية. البداية كانت هنايا في باب الواد، ليكول كانت هنا في باب الواد. كنتو توا في عائلة تاع ربعة، زوج بنات وزوج ولاد. اي والله. اعطينا احكي لنا شوية كيفاش كنت انت في الدار مع العائلة تاعك مع خواتاتك في ليكول، كيفاش كنت تتعامل مع زملائك باش نعرفوا ان بو لا بيرسوناليتي تاعك من البداية كيفاش كانت. انا بكري انا نسمع في الدار اللي كاش واحد اللي يجيب الخبز صباح، اللي ينوض صباح، اللي ينوض بكري. كنت انا هو اللي ينوض بكري، وبعد تقلبت الايه دوكا وليت انا اللي ننقض بكري. انا اللي كنت نروح كنت انا نروح نشري، وعك تعرفي العجايز تاع بكري العجوز كنت بكري. اما كان مش نقول لك من كي تروح تشري الخبز ما كانش غير بونونجي واحد اسمه، نروح نحوس على البونونجي اللي يطيب الخبز مليح. وهذاك البونجي كان عندنا في جامع اليهود، وانا كنت نسكن في الريميزون فوق. هذوك العجوز نوضني نوض صباح بكري تقول لي روح جيب لي الخبز تاع جامع اليهود الحديد. انا نروح اسما كنت في الدار، انا اللي نبريكولي، انا اللي نبوجي في الدار هكذا. عندي خويا عبد الرحمن، اختي صفيه، اختي شريفه، ما عايشين عايشين بيان تيك محبه بيناتنا. مازالكم حتى للدرب مازال دوكا عايده من المومين، مازال من المومين، مازال ليسبري فاميليال. باسكو احنا عايشين بالحب هذا اللي مدوه لنا الوالدين، هو اللي كبرنا به. دوك حاجه ما تنحاش، هذه حاجه كي مدوها لك الوالدين من الصغر ما تقدرش تنحيها الحمد لله. ليكول كيفاه؟ كنت شويه طاير شويه ايكون بيان، كنا طوايه شاكي تعرفي. احنا بكري ما كانش كيما دوكا. دوك نقول لك بكري تبدل الحوايج بزاف بارابور لينا ولاد لا جينيراسيون. مانيش نحكي لك انا، احنا بكري عندنا كل حاجه في وقتها، كل ميم كي نقراو ونلعبو كل حاجه. كان وقت الزرابط في وقته، دخل الشتاء كان وقت الشيقات، كان وقت بتاع امريكا، كان فايز بزاف. دونك كل حاجه كانت في وقتها. ميم كنا نعيشوا الصغر ديالنا بالشيء القليل، الشيء القليل البسيط، بصح بصح مكتفيين. كنا الحمد لله كاين وقت، كاين بيريود تجي واحد 15 يوم غير لامارين باش تشوف الناس. كنا نقدروا ونحترموا الوقت نتاع اللعب ديالنا. ما عندك هذا بكري بالك نخرجوا من السيد، كانت مولوديه ليا. اما احنا من بكري تلقى في الدار واحد مولوديه واحد ليا صغيره، نخرجوا من السيد احنا نديفو ليا. هو كانت بزاف حلوه دونك هذه هي تبدلت مالغري كي طاني دوكا تبدلت باب الواد. احنا من هنا بدينا نعوموا هنايا، هنا تعلمتوا، هنا تعلمنا نعوم. اللي ما يتعلمش يعوم في كيطاني ما يتعلم. احنا لازم 5 سنين 6 سنين تخرج عوام تولي 12 دوك تعلمنا كاع ندوز هنا. كانت لابيسين بكري هنايا هذه هي. اونسي بلي في تايا كملت، يعني كنت دائما يعني مواظب في الدراسه تاعك. يعني سيتي كوم ان بوت انه ليك وللعائله تاعك انه لازم يعني تدي الباك وتكون دير يعني مستقبل دراسي. ياسر القرايه كانت الحاجه الاولى من الاولويات تاعنا، لازم القرايه لازم تقرا. نقول لك باسكو كانت معنده بكري، كانت الغيره مولاد الجيران. ما قعدتش دوك هذا واحد غير من واحد في القرايه. احنا بكري كنا ما في القرايه نغيروا، لازم تقرا كيما ولد الجيران، لازم دير هذه كيما ولد الجيران. اوكي قريت، كان الوالدين واقفين معانا باش نكمل قرايتي. وقرايتي جات مراحل بزاف، ما قريتش، قريت منا ومن بعد عاودت كي كملت ثانويه رحت للقبه الصحراء، ومن بعد من الصحراء عاودت رحت لبلعباس كملت. علاش هاد التنقلات كامل؟ كانت بحكم الوالد كان ساكن في الصحراء، انا اصلي من الصحراء.
والولد كان سكن تما دونك ساتيا ماني رحت تما الصحراء حتى ديت الباك تما. كيفاش عشت هذاك يعني الديبيزمون من باب الواد من العاصمه كارتي بوبولار وانت عندك الاحباب الصحاب البحر تروح للصحراء وين الصحراء؟ والله بالك هذه اللي سمى الحاجه اللي خلات هي بك سختو كي تجيك مع لادوليسونس تاعك هايدا بالك تساهم في تكوين الشخصيه تاع بنادم. دونك بالك هذه الحاجه اللي خلاتني شغل لكن نحب حاجه نلحق لها باسكو يدير بين الشمال والصحراء شغل حاجه ديفيرون باش تكون قدام بحر ديجا تروح للرمل. حتى هما العقليه تاع الناس ماشي كيف كيف. العمام العقليه ماشي كيف كيف. مي بالك هذه الحاجه اللي خلاتنا نساهموا تما تعلمت انا بهذيك البيريوده تعلمت تما في الصحراء تعلمت حوايج اللي بالك كانوا ناقصين هنايا تعلمتهم تما والحمد لله. دوك انا هذيك التجربه مانيش نادم عليها باسكو اصلي من تما وتعلمت حوايج تما تعلمت تما وعندي دي سوفينير ثاني تما ذكريات مازالني عايش بهم وكافر بهم الحمد لله. واحد كي يتفكر باللي يتجوز ايامات هكذا وعرف ناس بزاف ودار في الجزائر هكذا وين راح يلقى احبابه هكذا هذوك سي زابورتون هاد الحوايج في حياة كل إنسان بغض النظر عن أنه فنان ولا حاجة إنسان كيكون عنده يكون يدور يكون يحوس هيدا ويكون عنده بزاف حباب ويكون عنده بزاف وين يروح يلقى الناس يقدر يتعايش مع المجتمعات قاعد يتعايش مع المجتمعات بالك هذه الحاجة اللي عاونتني من في الفن ديالي كيفاش ولات عندي عندك لابخوش للناس سهلة نقدر مع الببليك نكومينيكي في قاعد بالدعم بالخف ندخل في قلوبهم بالخف نسي ندير لهم حاجة اللي يحبوها ونقرا واش هم حابين ديجا أول مرة كما قلت لي كي كنا ماشيين هنايا قلت لي أول مرة يعني بالك اللي غنيت كانت هنايا في هذا البلاصة في هذا البلاصة شحال كان في عمرك؟ كان في نقول لك في 98 كان في عمري 18 98 كيفاش كنت تقبل العائلة تاعك لفات انك ما كانوش على بالهم ما كانوش على بالهم وقالوا لي باللي خوك هو اللي راح بيع الباباك قال له باللي خويا لا خويا سما انا كنت نحشم من خويا بزاف كان هو كبير عليك سما كان هو كبير عليا كنت نغني في الحومه هكذا بتخبيه بالك ما نزلوا نطلعوا الحومه نوريك بلايص اللي كنت ثاني في الحومه كبرت فيهم هكذا هنا سمع احنا عباكي باش بالخف يتقبلوا ولا يغني هكذا يخافوا لك ديجا على لافين تاعك تاع قرايتك يخافوا لك على فريكونتاسيون ايه باسكو احنا ديجا المفهوم تاع الغناء عند العائله تاعنا مش مفهوم زعما باش الانسان عنده موهبه ولازم نخدموا لازم يخدم الموهبه تاعو عندهم نظره شويه سيئه على الفن وعلى بارابور هكذا بصح كي يلقاوك لحقت بيانتيك الناس ولا يحبوك وانت خيرت هاد الحاجه هنا يخليوك في الدراسه تاعك كي بدينا نديروا لي زانفيستيغاسيون شفنا باللي كي ديت الباك ما قريتش هنايا الحقوق درتهمش في الجزائر رحت الساعد قريتهم في سيدي بلعباس سيتي بارابور لو في اللي كنت عايش باسكو دوك نفهمك انا قلت لك من ويتي ماني رحت ديت الباك في اضرار في اضرار ديت الباك أدرى عباكي في الصحراء باش يدي وجهك ما كان تابعين للجنوب الغربي تابع ديريك لبلعباس كانت جامعة الحقوق في بلعباس هما اللي يستكلفوا بالطلبة اللي جايين من ولاية أضرار دونك أنا هكذا أبري تروازيام أني بدلت هنايا عشت حتى تروازيام يعني كان لازم عليك أنك تقعد أنت ما كنتش تروح للعاصمة لكن كنت حابب يعني مشوارك بريمياراني لا بريمياراني أنا كونترير بلعباس ثاني بلعباس أنا وي بالعباس تعلمت فيها بزاف ثاني بالعباس ثاني عندي سوفينير كيفاش تم بالعباس بالك هي الحاجه اللي بوساتني باش ندخل هذه الحاجه اللي بوسات باسكو تما كنت براسي انترم تما ما عندي لا دار يعس تما ودار حتى واحد اللي يعستك ولا حاجه تقدر تغني ابري عاود جيت هنايا طروازيام اني كادير لازم نقفز انا نعاود نهبط للجزائر نعاود نبوجي على روحي نزيد نبروشي بها كان الوقت اللايف بدا يخرج اللايف هذاك الوقت بدا يخرج اللايف هذاك الوقت خرجت جيت نعاود هنايا صح ما كملتش من بعد الدراسه تاعك طروازيام اني الفن خلاك تروح قريت عند دكاتره كبار هنا في الجزائر قراني الدكتور علي سليمان هو دكتور كبير في القانون المصري
تروازيام انيس ما قدر سما هذاك هو الوقت اللي ما قدرتش بالك تحلالي مع الغناء حلات لي بيا مع الغناء ما قدرتش نكتب عليك نولي نروح ليكور مع الصباح انا نخدم بديت نخدم في الليل هنا كنا نخدموا في الليل كنا في الليل هنا نخدموا دوك ندخل على الربعة على الخمسة الصباح تاع الدار ما تقدرش تنوض الصباح ليكور غير الا كان لي تيدي اللي ما تقدرش تراطيهم كنا نروحوا لي تيدي انت ضحيت يعني بالدراسه تاعك على جال الموهبه كنت ضحيت يعني. والله غير ضحيت بالدراسه ضحيت حوايج بزاف على جال الموهبه تاعي يعني باسكو عينك كان بكري وكنحكي لك انا بكري كنت نخدم في لامادراك نحكمها منها ابي فوا بالك هذه حتى الله ما درك نحكمها باش ندير ربع سوايع ندير ستوب ندير بس نحرق دي فوا ابي يمكن جي جاي هايدا سفرينا بزاف زعما حاجه ما تلقاها سهله نكمل الجوله تاعنا في بابي بيان سنتي مرحبا بك عندنا انا ندير لك الكيده انا ندير لك الكيده هنا راكي عندنا شفت روحي في مليمك اول البوم ما عرفش نجاح كبير يعني عند الجمهور باسكو كان اول اللي ما كاين طرواز البوم الاولاني ما نجحوش خاطر كانت تجربه وقلت لك انا ما كنتش نعرف من خيال لي سيجي ما واش اللي خلاك يعني ابخي لي ثلاث البومات الاولين انك تلقى فريمون لو سوجي اللي والمك وتلقى طريقك سيتي كوا لو ديكليك سيتي كوا لي سوجي سوجي تاع لا بريغاد سونترال هو اللي بصح واش اللي كان فيه حاجه مختلفه على الاخرين باسكو كي شفت يعني بالك في هذاك الالبوم تاع لا بريغاد سونترال ما خدمتش راي كيمام ناري خدمت راي فيها ستيل تاع كادير ستيل جديد ماشي دور عند الناس اللي يتعمروا عند لي شونتير خدمت سي بور سا بالك هذه الحاجه اللي خلات الناس تقول لك هذا باسكو الناس يقول لك كاين واحد المقوله يقول لك خالف تعرف بالك هذيك العفسه اللي بدلت فيها انا على لي شونتور الاخرين هي اللي خلات هي اللي خلات بين لي زارتيست كيفاش عشت نتايا النجاح تاع هذا الالبوم بعد ما ثلاث البومات الاولين يعني مشاو ما تعرفوش اسم كادير جابوني ولا متداول بصح بور لو مومون مازال ما عرفش بوم كيفاش تعاملت مع هذا النجاح والله العظيم مع الاول نجاح انا من الناس اللي قلت لك كي تكون كابر في كارتي فوبيلر والله ما يخلعك نجاح ما يخلعك والو باسكو فاهمك حاجه بالك مع الاول وليت نسمع انا كنت حاب قلت لك كانت الامنيه تاعي بالك نشوف الالبوم تاعي في الفيترين هكذا عند اللي يبيعوا لي كاسيت نشوف الالبوم تاعي مي مع الوقت هكذا وليت تشوف روحك الانسان يديمونديوك بزاف في الخدمه باسكو حنا الالبوم ماهوش البوم اللي البوم دوكا ماهوش البوم اللي تحقق منه ارباح ولا تربح به الالبوم من وقت اللي لحقنا له دوكا مع بيراطاجي وصاري هكذا الالبوم هو مولاي كارت فيزيت هو كارت فيزيت تاع الشونتور باسكو باش تخدم انت تخدم من خلال الحفالين هكذا ماشي من الالبوم تاع يتعمر هكذا كيما فروسه كاين لي دروا ولا حاجه تاع الفنان اللي يدخلوا لك يجوز في الراديو يدخلوا ولا يجوز في لا تيليفزيون يدخلوا لاساسيام هكذا مي الالبوم تاعنا في وقت في هذا الوقت اللي رانا فيه حتى دير البوم باش تكون عندهم بون ديستريبيسيون في اطرافر 40 ولايه مي الخدمه راهي في الحفلات الخدمه اللي يجيبها لك الالبوم هذه اللي تقدر انت بهذا الالبوم اللي باسكو الالبوم كيكون داير بارتو تروح تخدم انت يعني نقول لك تولي تعرف ثقافة الناس اللي في الولايات الحوايج ديما كنتش تعرفهم بكري الماكلات نتاع الولايات تروح تخدم عرس في هذه الولايات تشوف كشي ياكلوا تخدم عرس في هذه الولايات تشوف يعرفوا واش يطيبوا تخدم حفلة في هذيك البلاد تعرف الناس كيفاش كل واحد واش من الغناء اللي يحبوه في كادير كاين تروح بالك الناس يحبوك في كادير في سونتيمونتال يقول لك يدي مونديو لك اربع اغنيه خمس اغنيه سونتيمونتال كاين تروح لكاش حفله بالك تشوف غير لي جان هايلي يقول لك الهول الكادير الهول الخدمه
إيه الحمد لله هذه هي دوك يعني. انا دائما نحاول انا كيفاش نكون ندير بيان سور الكونتاكت لازم الكونتاكت انا كونتاكت فلاسين بيني وبين الببليك هذا الببليك اللي هو اللي يخدم كاع الجابوني باسكو انا بهذا الببليك بهذا الببليك ما نقول لك انا دوك مانيش عايش روحي عايش للناس هذوك دي فوا تكون راقد هايده ما تنسى التليفون مشعول ويقعد واحد يعيط يبعث لك ميساج يقول لك يا كادر خسار عليك ماكش تقيم انت هذيك الكلمه تاع ماكش تقيم مالغري ما تعرفوش ولا حاجه تعاود ترفع التليفون تقصر معاه تحكي معاه مالغريك عيان وهكذا خلاص عندك حقه هما عندهم حق عليك اي والله دوك راك ملك الناس كونتي فونت لا ميوزيك تي فونت ليماج تاني تاعك يشوفك انا والله لانه وتبان لي عمري ونبغي روجي من عشقك انا جامي توب راني صابر وقارع غير فيك مازال قلوبني عو كونتاكت غير انتي مقبوله وين اكثر احنا للزوج نبكو في السكيت امور بيزار هيك لي عالسهار حياة الفنان ماشي دائما سهلة ومشي دائما فرحة وزهوة الناس كي يشوفوكم عندهم دائما حياتكم كيما يشوفوكم يعني في المسرح على بالي في بيريود من حياتك ما بين 2004 و 2006 حبست الفن وجبدت روحك كان حبينا نعرفوا واش اللي خلي ان واحد اللي كنت يعني اون بلان بوم يعني في لاكارير تاعك تنسحب وكما نقولوك وتجبد روحك كومبليتوم حاجة ما تخباش الناس قاعدة على بالهم بلي أنا صرالي مشكل وبروبلام وين ربي قدر عليا بليا والحمد لله نجانا ربي منها دونك كاين فيلم الشعبي تاعنا يقول لك زوج حوايج ما تحلفش عليهم الحبس والسبيطار دونك أنا نيمبورت واحد قاعد ترى له ماشي غير فنان يكون يسوق برا في طوموبيل يضرب واحد يقيسو يدخل الحبس لازم دخلت للحبس دون 2004 حتى 2006 وربي فرج عليا وتعلمت بهاد ديك التجربه ويقول لك ربي كي غلق بابي حل 10 انا مر 2006 مر هذيك درت بوم اللي ما كنتش خاص بالك تيماجيني ما كنتش نستنى فيه ومن بعد حمدت ربي قلت بالك هذيك لي سوفرونس اللي جوزتها باسكو قلت لنا وجعتني بزاف شغل تلقاي واحد من انسان زاهي في حياته يغني ويضل يحوس هكذا ويغني صغيرة هكذا ومن بعد تغلق عليه في سيلونه ولا تغلق عليه هكذا يجوز 18 شهر على بعض حاجة صعيبة دوك هذيك قلت لك واش قدرت تتحمل يعني هذاك الوقت كامل واش اللي عاون واش اللي ساعدك؟ والله عادي غير تربي سبحانه باسكو الصبر يمدو ربي سبحانه كاين اللي يكون عايش بين دارهم ويموتوا كاع دارهم في اكسيد وربي يعطيه الصبر في هذيك الطريقه ويكمل وينسى بلي صرات له مشكله انا صبرت لربي ودعيت ربي يفرج عليا والحمد لله كي خرجت صح سفري سفريت انا وسفرت الوالده وسفره الدار معنا صحابك وحبابك صحابي وحبابي هيدا مي في الحبس تولي تعرف حفايز بزاف تولي تعرف باللي الحبابي اللي كانوا بزاف قل نقصوا ما ولاش بزاف تعلمت صبر تعرف قيمة الحياة تعرف قيمة لا ليبرتي تعرف قيمة الحرية تعرف قيمة لا ليبرتي تعرف اللي هذه الدنيا مقدرة وحوايج لازم يا ربي لازم بنادم مادام راهو عايش يأمن بالقضاء والقدر والحمد لله يا ربي دونك كيفاش كانوا يتعاملوا معك انتما والله هذه انا جست كنت تما ديجا جوزوان كليب تاعي في لاتيليزون وين نادرو كاع ربي يطلق صراحهم مغبنا ان شاء الله ربي يطلق صراحهم كاين اللي هو نور على باطل كاين اللي على كاين اللي دارها وتابع ربي وكاين ما كاش اللي ما يغلطش في هذه الدنيا دونك خطره جوزو الكليب تاعي وانا في الحبس هايدا قاعد هايدا نادو كاع كادير من داخل هايدا سما مم حاجه ميزتني شويه مم في التعامل مع الناس هايدا ميزتني شويه بلي على بالهم بلي الاثنين كانوا عطاولي تاع كيف الحبس كانت الثقافه
وين اللي يشدوا لي زاستريم. والحمد لله كنت تما نجوز الوقت تاعي بالطابليه تاعي نشوف 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 انشغالات الناس. كنت سي طون طون تزهيهم بيان سور. مغني انا من داك نخرج راسي نخرج راسي خرج راسي من لي بار وهكذا وتحت لي لي سبعه والفوق لي لي سبحه. جوز بيريودا فيها مشكل يقول لك بعد العسل يجي ليس بعد العسل يجي ليس. الحمد لله جوزت وبعد ربي يرزقني بعد هذا اللي بالك الحريه هذيك اللي كنت نتمناها. حوايج حوايج كنت نشوف لي زارتيست في لا تيليفيزيون تما نفرح نتمنى نكون في بلاصتهم. كانت هذوك الايامات كانوا بزاف حس تاع الفنانين دايرين حاله كنت نشوفهم معايا نشوف صحابي اللي كانوا معايا برا ديفلوب انا ويخدم بيا راهو دار سيايدا وانا راني لداخل شغل كنت. ودي فوا كنت كي نخرج لاكور حنا على باب جديد تسمع طوموبيل نسمع اغنيه تاعي في الطوموبيل هكذا جايزه تسمع حاجه تفرحك وتخلي لك ليسبوار تخلي لي ليسبوار باللي كادير كي تخرج على بالك باللي راح دير حاجه مشكل جاز ونحل والحمد لله يا ربي. بعد كي فات 2006 كيفاش كنت تشوف للدنيا من بعد؟ تغيرت النظره تاعك؟ خرجت كنت حاب نخرج. انا الحاجه الاولى اللي خرجت كي خرجت تيرمو ما كنتش نمشي بزاف على باكي الحاله نشف لها كنت المشيه تلفت لي. خرجت من باب الواد منا تحت البيكور انا نمشي دي فوا تصدم في الغاشي تيرمو المشيه تلفت لي. وليت نشوف باللي هذا المشكل هذا اللي جاز عليا يقدر يجوز على كل واحد. وما شفتش للدور نسيت خاطرش من جميع واحد يدخل الحبس يقول لك الحبس كاين منعمه. كي اللي فات كي تخرج من الحبس يبان لك كل اللي كنت تجوز منعمه تنسى باسكو الحريه هذه الحريه تنسيك تنسيك كاع المشاكل ديالك. الحمد لله يا ربي جوزنا ايامات وربي وفقنا وقدرنا. كيفاش عاودت دخلت من بعد الاستوديو وهذاك لو كنت متخوف ولا. كنت مع اليوم متخوف باش نغني باسكو عندي 18 شهر ما غنيتش بدات تبان لي توسوست مع روحي تخاف من نظره الناس. نخاف من نظره الناس وما ولات تدخل الشك في نفسي هايدا باللي ما رانيش نغني كيما كنت نغني باسكو 18 شهر ما كنتش نقولكش ندندن بالك بين روحي راحت الثقه تاع النفس راحوا لي شويه لي تكنيك هايدا. مي الحمد لله تغلبت عليهم تغلبت عليهم. أبخي 15 جور بديت ندخل نغني عاودت ولات الوعظية. أنا نشوف أنا خرج 24 مارس ما دخل درت الألبوم تاعي تاع لابريكات جوان بوم إكسبلوزيون. الحمد لله هذه شغل هذيك تما اللي زادت نساتني كاع في المشاكل ديالي. مادا بينا اول قلت باللي رحبت دينا ليكول وين قريت هنايا وين مازالوا صحابك يعني تشوفهم دو طون زوطو تعاودوا تفكروا ليا تاعك. مادا بيا كان نروح دوكا نتلاقى مع الشيوخ اللي كانوا يقروني. مادا بيا على بالي الشيخ كان اللي كبروا كاين اللي بدلوا كاين اللي دير لا ريتريت كاين هايدا بصح مادا بيا وكان نروح دوكا نتلاقى بصح وشنو دوكا بالي كي راح نروح معاك للمسيد راح نولي واحد 26 سنه للور 26 سنه للور نعاود نولي فكرك ايامات حنا كانت عندنا بكري بالك اللي جا نتاع دوكا الدراري تاع دوكا حنا بيناتنا بكري كان شكون يلحق الاول ويحكم بلاصه الاولى فمشي في المزيد في الدخله تاع الباب الدخله تاع الباب في الصف هذاك اللي لازم يحكم يبان كنت انا الاولاد اللي يحكموا البلاصه الاولى كنت يجو كان بكري بكري ما مشتا تبدلت بكري الشتاء كانت تجي بارده في الجزائر كانت تجي بارده الشتاء في الجزائر كان بكري ما كان الحال حال اي والله مصباح وكان الحال حال هذاك الوقت ما كانش شكون اللي كان سما هذاك الوقت كي تشري صباط تقعد به لازم تجوز به الشتاء عندك عندك دو تري عندك صباط على الشتاء وعندك صندالات على الصيف. جوزنا ايامات بهذوك الحوايج هذوك مارغري ما كانش وما كانت الحاله ضيقه وما كانش الدراهم ما كانش كان الفقر هذاك الوقت بصح الفقر واحد ما يحشمش به خاطرش الفقر صنع الرجال والفقر خدم الناس وخدا هذا. الحمد لله دوكا كبرنا ولينا احنا نقدروا نديروا لاولادنا الحاجه اللي ما عشناهاش حنايا بكري. اكزاكتومون مرحبا بك.
راك تحكي لنا على لونفونس تاعك وانت يا صغير، وحنا على بالنا باللي انت يا وسيد اليوم راك اب وعندك ولدك، واش تحس انت اللي الناس يشوفوك يعني كوم ستار دو راي تو، اللي عندك وسي مسؤوليه في الدار والناس يستناوك في الدار، وعندك بالك وصيه ليه الرحيم؟ رحيم نقول له واش نقول له دوكا رحيم ما بعدش كيما حنا بكري كنا نقراو هكذا، دوكا يقرا في كور تريفيرا هاو بيا راهو يقرا من دوكا يتهلاو فيهم يقراو نصيحو قرايته لازم يقرا باسكو راني انا قلت لك كيما قلت لكم قبيلة مدابية الحاجة اللي عشتها انا ما يعيشهاش ولادي الحرمة اللي عشنا حنا بكري كان برد حنا بكري من شوفوا جامي بكري كنا نشعلوا اللامب يقعد القسم كان يقعد مشحول باش غير يدير السخانة سخانة للزيلاف باسكو البرد بكري البرد كانت مي كانت واحد الحلاوة اللي واحد مني اللي هو يعني يكون حاجة ما تخصه مي والله ما يجوش مش جوزت انا الحمد لله على دوكا قلت لك المشاكل اللي جزنا عليها اللي بروبليم اللي جزنا عليها وحنا صغار دوك ولادنا ان شاء الله ما يجوزوش عليهم. وانا من اليوم راك منفصل من الام تاعو، انت قررت انك تتزوج في البيريود اللي كنت يعني فيها عرف فغي بوم، واش يخلي فنان يعني يتزوج يعني هذيك سي لو با دو لا سوسيتي ولا سيتي ان شوا اللي كنت انت حايبو باش تكون بالك بلوس مستقيم بالك في مشوارك؟ الانسان لازم يتزوج في حياته، لازم يستقر في حياته، ومن بعد كيما كون الناس كاين زواج وكاين طلاق، دونك هذه حاجه يمر بها اي واحد ماشي غير فنان. إيه كنت حاب نتزوج، تزوجت عندي ولد لي هو دوكا راني عايش الفن تاعي وعايش لوليدي. نظن انه بالك الفن يعني واحد ما يقدرش الى سوسي ما بين يعني حياته الزوجيه يعني تكون مستقيمه مع حياته الفنيه، سورتو انتم اللي عندكم حفلات وتتزولوا بارابور الفنان. كانت بكري العقليه من زمان هذوك باش يمد واحد بنته للفنان لازم تكون سورتو كي تطيح مع عائله محافظه ما يقدرش يمد ولده الفنان. وثاني الفنان ماهوش ملك روحه، دوكا هذا البروبليم. المراه اللي تزوج مع فنان المرأة بطبعها عندها حب التملك، تحب راجلها ليها، تحب عائلها مي الله حاجة صعيبة مع واحد صعيبة مع فنان. صحتو الفنان موهب وقته للناس ومع لي فواياج بزاف ولي طراجي بزاف لابريسيون. والفنان ما يحبش يتغم أصلا، ما يحبش يكون مغموم، يحب يكون ليبر. مام المرأة اللي تكون معاه تفهم وطريب يبني هذا إنسان خلق باش يكون ربي عطى الغنى ومام الزواوج عطانهم يطيروا كاع الحيوانات، مام الحيوانات اللي تغني ولا هيدا تطير. بسيك واحد يغني ولا واحد يمد حاجه لازم ما يكونش مغموم، يكون عنده قابليه باش يقدر يتنفس، يقدر على باله باسكو لابريسيون تاع الخدمه منا، لابريسيون تاع الناس منا، التليفون بزاف حوايج. اون نروحو للحومة منو يستناو فينا. روحو لحومتنا منو يستناو فينا. هيا انت حبي الاولى انت حبي التالي، انا غرامي معاك ما يتغير يا غالي، من جهتي يكونك هانية في قلبي انت يا الغالية، يا دلالي يا غزالي. انت حبي الاول حبي التالي يا دلالي، انت حبي الاول والتالي دلالي. احنا جبنا لك لم الناس اللي هو جمهورك والناس اللي تبعوك حبوهم يطرحوا لك الاسئله، وتشوف يعني بطريقه عفويه هما مش حابين يهضروا لك. كادر جابوني، علاش سميت روحك جابوني ماشي كادر الجزائري؟ اكيد السؤال هذا جاوبت عليه. هذا سؤال روتيني. دونك كادر جابوني انا ماشي اسمي، انا اللي حطيته على اسمي. دونك هضرت عليها بزاف، قلت انه كلمه جابوني جات من الصغر، احنا دون زان كارتي بوبيلير من بكري عندنا يسالو وانا قعدت كلمه جابوني وما
ما نكذبش عليك انا جابوني من جهه ساعدني شويه باسكو في الوسط الفني تاعنا تاع الراي كاين بزاف لي كادير شاب كادير شاب كادير دونك كادير جابوني حكيتها وقلتها ان للتفريقه مي كادير جابوني جامي ينسب اللي هو جزائري ويقعد جزائري ويموت جزائري. كادير جابوني دائما نشوفك تضحك ما عندكش مشاكل. شفت عادي انا مشاكل يا خويا نقول لك على الدنيا هذه انا خويا انا المشاكل نحاربهم بالضحك وديفو نكون زعفان وعندي مشاكل بزاف بصح ما باليد الحيله ما باليد الحيله كيما يقولوا نطلع الله سنه نفد الميكرو لازم نضحك لهاد الناس باسكو ما عندهمش علاقه بالمشكل اللي راني فيه دوك غير طبيعي تطلع انت تغني وانت زعفان وعبالك عندك دي بروبليم نقعد نضحك انايا باسكو همي ديفو نخبيه انا يقول لك الفنان هو شمعه اللي تضوي على الناس وتحرق روحها بالك انا همي ديما نخبيه وما نقدرش نشارك بالك نشارك هاد الناس في الافراح ديالي مي ما نحبش نشاركهم في الاحزان ديالي. خويا كادر غني لنا خويا في خاطري من فضلك خويا. من فضلك هذا تايلي طول عمرك خويا جونتي نغنيها لك ويتلحقك ان شاء الله باش نغني لك نغني لك جور ابري جور عذابك يزيد تخلطت عليا ما بغات تصفى هاي كي ندير انا امور فور طيحني مريض نتعذب وهي عارفه خصتني الحنانه مين ما يشوفك شنتقلق داك النهار يفوت عليك حل والرقاد ما يجينيش الا قلتها من فوق جدي انا نبغيك حدي وما امنتينيش في خاطرك ها يعطيك الصحه. السلام عليكم كادر شكون اللي خدمت معاه وندم؟ شكون خدمت معاه وندمت؟ عندما ما نقدرش نندم على حاجه خدمتها في الموسيقى باسكو القرارات ديالي كنت تاخذهم انا باش نخدم حاجه سواء مع لي شونتور اللي درت معاهم لي ديو ولا الفنانين اللي خدمت معاهم سي كي خيرتهم على بالي باللي عندهم الاضافه راح يزيدوا لي حاجه ما ندمتش وان شاء الله ان شاء الله ما نلحقوش الوقت اللي نتاخذوا فيه قرارات باش ندموا عليها سختو في فلا ميوزيك باسكو حنايا الوقت اللي لحقنا له ما لازمش تغلط بالك بكري تقدر تغلط مي دوكا لازم اي مسؤوليه كبيره ما لازمش تغلط هذه هي. شوفوا اخر سؤال كادير جابوني جي اون كاسيون شكون هو لا بيت نوار تاعك شكون هو اللي ديرونجيك بزاف احنا لا بيت نوار تاعي لا اتاكي ولا ديفونسور لا لا في الغناء في الغناء يا خويا واش نقول لك احنا ما انا من الناس اللي ما تديرش حساب لهاد العفايس تاع لا بيت نوار باسكو انا راني ندير في واحد الطريق وكل واحد ربي يسهل عليه وكل واحد ربي يحكم لا يوفقه في الطريق تاعها شنو انا راني ندير حاجه خلاف الغاشي دوك ما نشوفش روحي كيما لي زارتيست الاخرين باسكو راني نغني في كادير جابوني ويغني في الستيل تاعو سي بور سا ما عنديش ديفيرونس مع الاخرين قول لي بالك شكون اللي خير منك نقول لك كاين بزاف ديال الفنانين خير مني كوني حاب زعما باش مي باش نقول لك راه بيت نوار حنا ما في الفن واحد فنان ما عندوش بيت نوار هذه هي يا خويا يعطيك الصحه يطول عمرك العزيز روح دوك نحبسوا في مش هذه الاخرى نو ما حتى واحد اخرى وين نقعد انا وين ندور مع العشيه وين نتلاقى مع اصحابي وين نريح مع اصحابي بصح كنت مدو لادغس دوك الناس كامل اللي آوي. طيحني مريضة نتعذب وانتي عارفة وين راهي الحنانة
على الفتره اللي درت فيها لو بروميير غران سبيكتاكل تاعك اللي كان في الزينيت ا باري، وكان فيه اكثر من 2000 سبيكتاتور. كيفاش واش كان احساسك نتايا يعني بعد نقدر نقول كانت ليكسبورتاسيون تاعك من الجزائر تروح دير حفل تلقى به جمهورك راه في الخارج ويجيوك يعني ان نومبر اكسترورديينير في الزينيت؟ في الزينيت انا كنت محظوظ انه كي طلعت لفرنسا لا بروميير فوا طلعت لفرنسا طلعت ديريكت خدمة في الزينيت. شغل الحلم كان بعيد، كان بعيد هذاك الحلم باش انت تكون مطرب حفلة عراس هنايا يعني مطرب حفلات تكون خدمة في الليل ومن بعد ابخي سيكسي دير طلع ديريكت للزينيت وين فوق هذاك راك حنا مسرح هذاك اللي غناو عليه عمالقة كبار هكذا وشغل مفخرة لك هكذا. انا كي طلعت كان دينا كان 6000 بيرسون هذاك البرومير زينيت نتاعي في 2007 كان 6000 بيرسون. حسيت روحك باللي زادك بالك مريت من المحليه لل ماشي العالميه بس يعني ما نقولكش العالميه نقول ان الحمد لله تما عرفت باللي كاين ان بيبليك تسمى اللي كان الناس اللي عايشين في الغربه كانوا يجوا في الصيف هنا في لو سيكسي تاع لابريكاد هكذا وبداوا يسمعوا لي شونسون تاعي حافظين الغنى ديالي. كنت خايف حاجه من بيبليك باسكو ما كاينش شونتر يقول لك ما نخافش نطلع دايركت هكذا يحكمك لو تراكت تخلع هكذا نخاف هكذا. وليت نشوف بلي كاين احترافيه في العمل، شوف الخدمه كاينه تلقى لي زارتيست كل واحد بلي لوج تاعو. الحاجه الاولى شغل شدت الانتباه تاعي شتها هكذا شغل لي لوج تاعي مكتوبه كادير جابوني نحس باللي هذيك لوج تاعي انايا كاين ناس هم يقدروا يعني يقدروا الفنان ويقدروا مكانتي هكذا. بديت نسمع ديك انا في الروف نسمع الغاشي هاي الجابوني وسمع قلت انا هذا راه الناس هادو يعرفوا دوك يعرفوني وجايين عندي خلصوا دراهم باش يجوا يشوفوني سما كانت حاجه جديده ليا باش تغني قدام بيبليك في الجزائر وبيبليك ليها باسكو بيبليك في الجزائر حنايا رانا عايش معانا مالك يكون هو السباق ولا يكون هو اللي يعرف الغناء تاعك الاول قبل الناس اللي عايشه ورا بصح باش تلقى بيبليك عايش ليها بثقافه وحده اخرى عقليه وحده اخرى تربيه وحده اخرى ويتبع شونتور الجيري وليد بلاد ودار سيكسي في البلاد وجال عنده يعاود وحافظ الغناء ديالو وكاين اللي يعرفوا يهضروا عربية وكاين اللي ما يعرفوش يهضروا عربية ما يعرفوش يهضروا عربية وحافظين لي شونسون تاعك بلوس الفنانين بونت فنانين. درت بلوزيوغ فيتورين كيما يقولوا لهم دي ديو مع دي زارتيست اللي هما لا كارير تاعهم راهي في فرنسا وراهي في الخارج. وي خدمت بزاف لي فيتورين عباك لازم باسكو تما تنمو الراي قلت لك الراي دوكا ولا تنمو الراي كبر والراي ولا ماركة عالمية الراي بالنسبة لكاع الفنانين دوك الراي خرجوا منه فورا خرج منه راي عربي راي ماروكا راي هكذا. احنا لازم باش الفنان تكون يدير بلاصتو ويدير اسمه في فرنسا لازم يدير لي فيتشرينغ مع لي رابور هادو لي رابور باش يكون فيزيون شابه بين خدمت مع لي رابور بزاف مع ريمكا مع الجيرينو مع 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 اختي مع ايضا هاد الخدمه اللي درتها تاع راي رامبي بلوس باش نزيد نوسع الرقعه الجماهيريه نتاعي باش ما تقعدش هيدا لازم خاطرش راي ربي يمشي ليها يمشي ليها الفوك لازم ندخل في السيستم ولازم نخدم كيما يخدموا لي شونتور من قبلي اللي عندهم دي فيتيرينغ لازم ندخل معاهم وربي يوفقنا ان شاء الله يوفق كاع اللي يخدموا بقلبهم وحابين يبدوا حاجه للفن ويطلعوا رايه الجزائر ان شاء الله بالخدمه ديالهم ان شاء الله. مالا في هذا المكان خيرنا نديرو اخر فقره في برنامجنا.
ماذا بيا نوري لك بعض الصور، انت مور تشوف برنامجنا على بالك تعرف الكونسيبت. وي بيان سور. دونك نوري لك بعض الصور اللي هما عندهم علاقه مع حياتك، وانت دير لي تعليق صغير عليه على كل وحده. هذه اول وحده باش نضحكوا شويه. هذه تشانغا انغا هذا الجابوني. هذه هي دارك نورمالمون. نورمالمون هذه بوستي راح نحلوا في الاستديو هنا فوق نقربوا. نورمالمون كنت تروح تزور جابون. والله غير انا والله غير حاجه حبي نحب نروح نزور جابون. تلقاك كما قلت تلقى حبابك. لا فامي مش من حبابي فاميليا قاعد تما. هذه ثاني صوره. اوه هذا راك هذه اللي نحبوا بزاف. روبير دينيرو. روبير دينيرو هذا نحبوا بزاف، نتبعهم بكري ملي كنت صغير نتبعهم. واش يعجبك فيه؟ كي شغل بنقدر نهضر لك كي يدير الرول يعيش الرول ديالو يعيش الى سختو لا كلاس ديالو فاك سختو في لي فيلم تاع كازينو تعجبني لا كلاس تاعو عنده كلاس ما هو اللي ما نقولوش حطه بزاف هو حطه بصح عنده كلاس عنده لا كلاس عنده لا كلاس وي صراحة أخرى هذا سلطان طرب اللي بكري نحب نسمع اغنيه من الهوى سلطان حتى الاغنيه تاع بيحسدوني الاخرى تاعو هذا الناس ما تجيهمش يبالهم انه ان شونتور كيما انت تاع الراي يسمع للشرقي ويعني وعنده ذوق هكا فنان كيما جورج واسوف. جورج واسوف انا نشوفه بلي مدرسه هذا انا واحد كنت نستلهم حوايج بزاف من عنده من الاغاني ديالو كي غني جورج واسوف اش سماوه السلطان الطرب العربي هو يغني لك ام كلثوم صح يغنيها بالستيل ديالو يغني لك ام كلثوم يغني لك ورده يغني لافوا ديالو تيرمو بدا يكبر الناس انا تما ولي نولوا اللي تعجبني بزاف لافوا ديالو كي كبر هايدك ما قري مجروحه بصح ولا عنده واحد القرار حنا عند الموسيقيين نقولوا قرار يقدر يهبط لواحد ليغا لي قام اللي هابطين بصح كي يهضر يدير الخانه ديالو ما مالقري لا قام هابطه بصح يحط لك لاقا حتى انا نحس بها دوك ما باليش كش واحد كل واحد كذا يحس انا الكلمه كيخرجها من بحال ديالو نحس بها جورج واسوف دي فوا كنت نيميتي خطرت هكذا كنت نغني هكذا نغني لجورج واسوف هكذا نحب نيميتي خطرت عجبني البحا ديالي تقدر دير لنا كان تي واسوف غير ما تجيناش في بالنا انت تغني كيما دير لنا هذيك حاجه شرقي كيما هك كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس ملامه وغيره مش اكثر انا كنت نحب البحة ديالي سي بورتا وانا لقيت روحي بحح شويه جاتني حاجه سهله بديت هكذا مي المواد دوكا كي كبر ميم الاغنيه الاخرى تاع بيحسدوني دوك جورج واسوف نقول انا ربي يطوله في عمره ان شاء الله يا ربي باسكو هذا الى راح سمبرد الموسيقى صح عندنا في الجزائر هذه المره اعتمد حاجة أتمنى عليه وهذا هذا الماكتور تاعنا في الجزائر اللي نحبه بزاف واللي نقدر نقول أنا ما خداش حقه من ما خداش حقه هذا أتمنى عليه وهذا كان قادر يزيد يخلي لنا أكثر وأكثر 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 أنا عارف دوك ما خداش حقه مي الحمد لله خلانا بهذاك شوية نقول لا هذيك كبرنا بها كبرنا نتفكروا هذا دوك نتلاقى به أنا من ذاك رحنا لا رحنا تلاقينا في العرس غير كيما كيف تعشينا تعشيت معاه تصورت معاه دونك اعتمد عليه وتبقى رمز من رموز الكوميديا في الجزائر. صح. صح. نكملوا الصور بهذي. تختوخة. تختوخة. تختوخة تختوخة تاع المساكر انا نحبها بصح نحبها كي طيبها لي يما. من يديني ما تجيني حلوة بزاف باسكو البنة هذيك تربيت بها تختوخة تاع المساكر نحب هذول. سي لو بلا بريفيري تاعك. وي كي نروح هكذا. هو اللي يحب يعرضك يدير لك تختوخة. وي ماذا بك تختوخة. هكا نكونوا كملنا فقرة تاعنا تاع الصور نكملوا بالتاكوتاك اللي هو سؤال بجواب صغير وجواب قصير بصح ما نبدلك نخليك تروح للبلاصة اللي تحبها خلاص هي تكون دايغ الميكرو نطرح لك سؤال وانت من هنا اوه مليح هذا تاع الجمال
كادر راك واجد؟ راني واجد وي فازي. نبداو مع التاكوتاك. اول سؤال، واش هو الديفو اللي ما تحبوش في الناس؟ زوج وجوه. والديفو اللي فيك؟ اني صريح. شكون هو حبيبك في هذه الدنيا؟ كاع حبابي ومعرفه رجال كنوز. وعدوك؟ قل يعني لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. درت غلطه في حياتك وندمت عليها؟ خليت قرايتك. من شكون اليوم تقدر تطلب السماح؟ الوالدين. وشكون اللي ما تسامحوش؟ انا نسامح كاع الناس. اللي نساك تقدر تنساه؟ فاصلمو. كيف تقولوا انتوما مغنيين الراي، تنكويت في حياتك؟ قلب لحمه. شكون اللي مرض لكش خيرك؟ شكون اللي مرض ليش خيري؟ والله رانا واش نقول لك، اللي مرض ليش خيري نديرو كلش لوجه ربي سبحانه. وشكون اللي انت ما قدرتش ترد له خيره؟ الوالدين. اخر سؤال، شكون اللي تمنيت تفهمه ويفهمك؟ الوالد. عطيك الصحة، شكرا. عايشك. هكا كون وصلنا لنهاية برنامجنا. ربي يطول عمرك، ميرسي بوكو، ربي يعيشكم انتوما. نخلي لك ليك تعطي اخر كلمة لجمهورك اللي هو اللي كما قلت لك في بداية البرنامج هو اللي كان حايبنا وطلب منا انك تكون معنا. احنا سيتي ان بليزير بيان سور بور نو. ربي يعيشكم. خلي لك كلمة للجمهور تاعك راه تبع فيك في برنامجنا. شكون لهم حاجة، مازال نقعد مدين ليها انا توجور، نقعد مدين لهاد الناس. ما نقولش بيبليك باسكو كنقول بيبليك نقدر ندير لا ديفيرونس اونتر موي بيبليك. نقول هاد الشعب اللي يحبني انا، نقول لهم انا تاني راح دائما ندير الحاجه اللي يقعدوا توجور راضيين بها هما وراضيين عليا بها. وانا بلا هاد الناس هادو اللي يحبوني ما قدرتش نلحق، وكان مشي هما اللي هما اليوم يسمعوا الغناء ديالي ويسمعوا ويتبعوني ويحوسوا عليا ويسقسوا عليا ويدخلوا الحفلات. نقول لهم بلا بكم انتوما انا ما قدرت ندير والو في هاد لاكاريير ابار نقعد ما ندير ليكم حياتي كومبلي. شكرا لك، يعطيك الصحه. وعلى بالي احنا هذوك نقول لهم انا بقاو على خير بصح. وعدتنا باللي اليوم تكون عندنا ليكسيزيفيتي تاع الاغنيه راح تخرج عن قريب ان شاء الله. هذه الاغنيه اللي وجدتها مر الالبوم تاع ماما ميا راني نوجدوها ان شاء الله قريب. انا رايحين اسبانيا ان شاء الله نديروا لها الكليب تاعها. دوك راهي هنا استديو ماذا بيا يسمعوا منها شويه قبل ما تخرج ان شاء الله تعجبهم كيما ماما ميا باسكو هذه فريمون صح تعبت فيها وتعب فيها تعبوا فيها اصحابي اللي خدموا معايا سعيد رافي المقنين كريم بيبي حسين كاع ليكيباج اللي خدموا معايا تعبنا بزاف وخدمنا موسيقى ان شاء الله. هذه الموسيقى باسكو فيها حاجه من الموسيقى العالميه ان شاء الله بربي ان شاء الله تعجبهم وتعجبهم وتعجبكم انتم وتعجب كاع اللي يشوفوا فينا. نموت عليكم كادر جابوني. يعطيك الصحة على خير. كنت مع كادر جابوني في برنامجكم مع زهرة. ان شاء الله انه هذا يعني هذا النهار اللي عقبناه معاكم في باب الواد درناها شارع بشارع رحنا تلاقينا مع الناس اللي حبوا كادر جابوني، مع الناس اللي خلاو كادر جابوني يكون يعني الفنان اللي انتم تحبوه. موعدنا معكم جدد معكم الأسبوع القادم دايما على نفس القناة في نفس التوقيت في برنامجكم مع زهرة، دايما مع شخصية من الشخصيات الجزائرية اللي انتم تسناو فيها. حوالي في مواقف يوم صادي نهدان Yeah.